اهلا وسهلا. لازلنا مع فنان القدير والكبير حسن البلام. التصويت 25,000 صوتوا الحين. كم اعطونا التحديث يا شباب؟ 75% يقولون يا حسن لا تعتزل التقليد، قرارك. انا والله يعني 75% او على 25,000 شخص قاعد يزيدون شوي شوي. هذول كلهم قدرهم على راسي، وحتى اللي صوتوا لا انا ان شاء الله اوعد الناس حتى لو اعزف عن قرار التقليد واقلد لشان خاطر هالناس اللي تكلمت، لكن اكيد بحذر ومع احترام كل الشعوب، ولا راح اي صوب جنس احد، يعني امسه بشيء يزعله. اذا انت عدت عن القرار في حال انك ما راح تمس احد. يلا صفقه 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 برنامج اعطونا صفقه. اذا حسن البلام يعود عن قراره. برنامجك وجمهورك غالي علي، انا اعود عن قراري واتاسف عن كل الشخصيات اللي قلتها واحد زعل مني. حكم علي علشان على هالشاشه هذه، وعلشان لا اجرح احد، انا دائما اكون مصدر ابتسامه ان شاء الله لجميع. دائما دائما ابو علي. بالعكس بالعكس، انت اكيد عندك مسؤوليه، واكيد انك وعدت انك ترجع بدون تجريح احد ان شاء الله، وهذا هو المهم. واكيد انك ما كنت تقصد انك تجرح احد. حشا والله، واعتذارك اليوم وصل لكل الناس. تفضل. والله حشا وصل ان شاء الله لكل الناس، لا في الحسا حبايبنا، ولا في حبايبنا في السودان، ولا في اليمن حبايبنا. احبهم يعني انا من كذي. لا مو كذا، قلت لابو راكان لفيت كذا، تبغى نرقص سلو؟ صح، المكان يبي له شيء موسيقى. لا الحين يقف. لا ان شاء الله، بس اكيد يعني انا ما رديت عن 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 القرار اللي اخذته. اكيد في ال 25,000 هذول طبعا، واكيد في لا لا في مسجات مهمه على مستوى شخصيات كبيره في الخليج العربي قرينا بالاسامي، ما نقدر نقولها لانه احترام، لكن نقدرهم، نقدر اساسا المتابعه والحرص على حسن البلام. انت نجمنا بس النية. لا ابد. ايش اكثر شيء يخوفك المستقبل بسرعة؟ ها؟ اكثر شيء يخوفك في المستقبل؟ المستقبل؟ اي ما في شيء يخوفني للحين. للان؟ ولا فاجأتك بالسؤال؟ لا فاجأتني بالسؤال، بس ما في شيء يخوفني. ان شاء الله ان شاء الله. جميل. احب اقول لكم ضيفنا غدا هو الشاعر الكبير ضيدان بن قضعان، في امان الله. شكرا ابو علي.